منذ بداية آذار 2013 ارتفعت نسبة أخبار بعض المحطات الإخبارية العربية حول المقار العسكرية المتواجدة في محافظة الرقة بعد سيطرة المعارضة المسلحة عليها وفق تلك المحطات. الفرقة 17 قد تم اقتحام مقر قيادتها مرات عديدة منذ ذلك التاريخ. تحديداً في 17 من آذار قالت إحدى تلك المحطات إن مقاتلي المعارضة اقتحموا مقر الرحبة وسيطروا على حاجز للجيش، ثم قالت المذيعة إنهم اقتحموا بقية مباني الفرقة وذلك في آذار. واليوم يبدو بأن الجيش الحر اقتحم الفرقة 17 وسيطر على مبنى الرحبة والحاجز المؤدي إلى الفرقة. الآن الجيش الحر يستكمل اقتحام بقية المباني. بعد نحو شهرين في 16 من أيام مقاتلو المعارضة المسلحة قالوا على محطة إخبارية أخرى إن مقر قيادة الفرقة قد تم تحريره وإنهم مسيطرون على ما نسبته 60% من مساحة الفرقة. تم اقتحام قيادة الفرقة 17 وتم السيطرة على نسبة 60% من كتائب قيادة الفرقة. بعد أسابيع من ذلك وتحديدا في 10 من حزيران 2013 ذات القناة قالت إن المعارضة المسلحة سيطرت على عدة كتائب في الفرقة كالإشارة والأغرار، وإن هناك تقدما لها باتجاه مقر القيادة والذي من المفترض أنه سقط منذ أسابيع وفق ذات المحطة. وقيل أيضا أن هناك نوع من التقدم في مركز القيادة، أي القيادة العسكرية للفرقة 17 التي تعتبر أحد أقوى الفرق في عموم سوريا، لكن القوات النظامية ردت بشراسة. قدمت تغطية الأحداث على شكل السابق في الرقة وتحديدا حول الفرقة 17 واللواء 93 دعما نفسيا وإعلاميا لتنظيمات المعارضة المسلحة على الأرض ومتابعيها. لم تتضمن أي من أخبار تلك المحطات أي شيء يناقش إن كانت المعارضة المسلحة تتعرض لخسائر في تلك المنطقة أم لا، فيما عدا حديث مراسل لها عن الشراسة القتالية لجنود الجيش السوري في الرقة. من التفاصيل التي تذكر هنا هي مقاطع تظهر أعداداً وسيارات للمعارضة المسلحة قالت إنها تتجهز لقتال رتل كاملاً تابعاً للجيش السوري متجهاً نحو الفرقة 17. 26/6/2013 بالتجهيز للرتل الذي خرج من اللواء 93. فيما تظهر مشاهد أخرى بكاء عناصر المعارضة المسلحة أنفسهم على ما قالوهم إنه أشلاء المقاتلين الذين كانوا يريدون التصدي لرتل الجيش السوري. في مقر في مقام آخر تظهر الصور أن مجموعة تطلق نيران رشاشاتها باتجاه الفرقة 17 قبل أن يأتيهم رد من الطيران السوري يصيب مكان تجمعهم وتمركزهم بالتحديد. فيما تنتشر كثير من المشاهد الأخرى التي تظهر خسائر مسلحي المعارضة في ضربات يتعرضون لها بين جرح وتراجع، فيما لا يتوفر لها مكان على بعض محطات الأخبار العربية. ثم عندما يرجع معارض سوري سبب هزائم المعارضة المسلحة إلى غياب جهة تخطط لعملياتها، ليس هناك جهة تستطيع أن تخطط وأن تلزم القوى التي يفترض أنها تابعة لها بما تخططه. يظهر مقطع صوتا بلغة أجنبية يوجه ويعطي الأوامر.